مرحبا برج القوس، هذه قراءتك العامة. راح نلقي نظرة على وضعك المالي، الصحي، العاطفي، ومن ثم أي أخبار أو مفاجآت يحملها لك. وأول كرتين راح يكونون تبع طاقتك العامة للشهر. عندك 9 الأكواب، 9 الخماسيات. أنت في مرحلة جدا جميلة حاليا، مرحلة التسعة، الرقم المكرر عندنا 9، وإن كانت الأكواب أو الخماسيات ليست هي عنصرك، ولكن رقم 9 هو رقم برج القوس، رقم الفيجن. عندك نظرة لأمور معينة، وقعت عينيك على شيء معين ممكن أن يحقق لك دخل كبير. من فترة أنت تفكر في هذا الشيء، ولكن حاليا احتمال أنك اكتشفت أو راح تكتشف طريقة معينة أن تستطيع أن تدخل فيها هذا المجال وتحقق الكثير من النجاح في فترة بسيطة. راح تحول أمانيك بخصوص الموضوع وتخيلاتك إلى فعلا شيء واقعي ملموس من 9 إلى 9. معناته التارو يخبرك أن تفكيرك بخصوص هذه المهنة، التجارة، العمل اللي أنت مقبل عليه تفكير صحيح وفي محله. كل شيء سيقع في مكانه الصحيح بالنسبة لك. رقم 9 هو أيضا رقم برج العذراء، وكرته هو الزاهد أو المتصوف. فأنت احتمال صار لك فترة تبحث في شيء معين، تبحث عن طريقة استيراد وتصدير أو تصنيع شيء معين، إن كان حلويات. وأول ما جذبني في الكرت هو الطيور، مجال الطيور، مجال الورود. أنت حاول أن تحدث تغيير في المجال اللي أنت فيه، إن كنت في هذا المجال، أو أنك تستورد شيء غير موجود في وطنك وتحقق منه نجاح. ولكن سيكون فيه مجال، يعني فيه شيء في الاستيراد أو التصدير، فكرة جديدة راح تأتي بها من دولة أخرى إلى دولتك. وأنت صحيح في تفكيرك، نظرتك في موقعها. إذا أنت ترى أن هاي الموضوع راح يكون في نجاح كبير، فأنت رأيك سديد. لا تجعل أي أحد يخبرك بغير هذا الكلام، لأن 9 معاها 9. كل شيء أن تفكره في هاي الموضوع راح إن شاء الله يتم، ولكن عليك فقط أن تسعى. اسعى وراء الأشياء اللي أنت تحبها، تستمتع فيها بالعادة، بغض النظر هل هو مجال الأزياء، مجال الحلويات، التصنيع، مجال الورود، الطيور. في شيء فيه الكثير من الجمال في المجال اللي أنت مقبل عليه أو تريد أنك تدخله وتحقق فيه كل النجاح، تعتبره بالنسبة لك فرصة ذهبية. ولكن هو شيء يتعلق بالجمال، شيء جمالي، فيه ألوان، فيه شكل، فيه طعم. هذا هو دربك ومكتوب لك فيه النجاح. ويقابل وضعك المالي عندنا كرت برج الجدي، الشيطان، أوكي، وكرت برج العقرب، وهو الموت. أتوقع الشيطان هو وضعك الحالي، هذا الكرت هو وضعك الحالي. إن من القراءة العامة أنت نظرتك جدا صحيحة وقابلة للتحقيق، وفيها نجاح كبير إن شاء الله، فيها رخاء كثير لك، أموال ستدور عليك من هذا المجال اللي أنت مقبل عليه. ولكن في أشخاص معينين تعودوا أن يكونون هم صانعين القرار في حياتك، في أشخاص معينين دائما تعودوا أن يأثرون على حياتك، يعطونك تعليمات، يأخذون أخبارك، يعطونك مقترحات، افعل كذا، لا تفعل كذا. هؤلاء الأشخاص دائما يحاولون، لأن أنت برج القوس، أنت ناري، أنت فيك نوع من ال وايلد، يعني أنت تحب المغامرات، تحب الأشياء الجديدة، تحب أن تأخذ مجازفة. في أشخاص عندك يحاولون بالعكس أن يثبتونك في الأرض، احتمال أن طاقتهم أرضية، ولكن يخلونك مثل اللي بالسلاسل مكبوح، المفروض ما يكبح. برجين المفروض ما يكبحون، وهم الدلو والقوس، هم خلقوا بهاي الطبيعة أنهم وايلد، بريين، يحبون التنقل، يحبون التغيير، يحبون الأفكار الجديدة، الفرص الجديدة. بالنسبة لهم العالم أو الكرة الأرضية مجرد قوقعة،
فهاي الأشخاص هم الوحيدين اللي ممكن إذا أنت سمحت لهم راح يستطيعون أن يأثرون عليك في المستقبل. ولكن أنا أرى أنك في شهر أبريل جدا محتاج أن تحدث تغيير من الأشخاص اللي دائما مثل اللي يوسوسون فيه أو يهمسون في إذنك مخاوف، دائما يخوفونك، ماذا لو ما نجحت، ماذا لو ما طلبت، ماذا لو أتيت بالبضاعة ولم يطلبها أحد. دائما في نوع من التخويف، أنت تريد أن تدرس شيء معين وهم يخوفونك أن هذا المجال متشبع أو ليس عليه طلب. في شيء أنت مقبل عليه وأنت صحيح في إقبالك، عندك حق، وهؤلاء الأشخاص يحاولون أن يردعونك، ولكن أنت ستحدث التغيير اللازم. وأرى أنك جدا ذكي، أنت من أذكى الأبراج يا قوس. على الرغم من طبيعتك الجامحة أو البرية، أنت تعرف أين ومتى تستخدم طاقتك، وهذه أيضا النصيحة لك في هذا الشهر. بدل أن تواجه هؤلاء الأشخاص، أنت مجرد راح تتحرر، راح يكون عندك مثل راح تقبل على هذا العمل بغض النظر عن كلامهم، بغض النظر عن آرائهم، بغض النظر عن تخويفهم وإرهابهم لك. راح تحدث تغيير شامل، وهذه فرصة أيضا أن أنت تحدث تغيير شامل في حياتك وتفعل الأشياء اللي أنت طالما تحبها، لأن أنت مو فقط تحبها، هي أيضا ستدر عليك مال، ستفعل شيء تحبه ويدر عليك مال، ولكن فقط يجب عليك أن لا تهتم وأن تخلص نفسك نفسيا طاقة من المخاوف اللي هؤلاء الأشخاص دائما يحاولون أن يضعونها في رأسك، لأن دائما الشيطان هو وهم، طاقة الوهم، يوهمونك. لأن أنت أيضا فعلا راح تكتشف، وأرى أنك اكتشفت، أن دام هذا الموضوع أو هاي النوع من التجارة أو العمل نجح بالنسبة لأشخاص كثيرين، أسعد الكثير من الأشخاص، عندنا 9 أكواب، نجاحاته كبيرة، فرص نجاحاته كبيرة، ترى أشخاص وقارنت نفسك بأشخاص نجحوا أيضا في هذا المجال بسرعة وسهولة، يعني مجال لديه الكثير من فرص النجاح. فأنت رأيت أن هؤلاء الأشخاص، أو سترى تكتشف أن هؤلاء الأشخاص هم وجهة نظرهم خاطئة، يجب عليك التحرر منهم من ناحية الطاقة. واحتمال أن في أنت دائما في السابق كنت معتمد على مساعدتهم لك، معتمد على دعمهم لك، معتمد على أن يأخذون بيدك في أي مجال جديد أنت تمشي فيه. التار يخبرك أن هاي الأمر لازم تعمله لوحدك، لأن عندك طاقة 9، طاقة الزاهد الوحيد، طاقة الاستقلالية، خلينا نقول دائما 9 يذهب لوحده يفعل ما يريد، وهو رقمك أنت يا برج القوس. تقع عيناك على شيء وأنت مصيب في نظرتك ومصيب في وجهة نظرك، فقط عليك الحين أن تذهب وراء ما تريده. لا تهتم للأموال، لا تهتم من أين مثلا، على التفاصيل، لا تركز على التفاصيل، التفاصيل يقول لك الشيطان يكمن في التفاصيل أيضا. إذا ركزت كثيرا على موضوع من أين سأتي بالأموال، من الذي سيدعمني، من الذي سيأخذ بيدي، لا أستطيع، لا تركز على التفاصيل، ركز دائما على ما تريد أن تحققه، الأمور اللي تحتاجها، الأشخاص اللي تحتاجهم من أجل بداية هذا المشروع أو المجال اللي أنت راح تبتدي فيه راح يظهرون مع الوقت، راح يظهرون في الوقت المناسب بالشكل المناسب. كل ما عليك أن تفعله أن أنت تكون عندك عزيمة من أجل إحداث التغيير. وضعك الصحي يا برج القوس، عندنا كارت العاشقين وكارت الإمبراطورة، وهو كارت الرخاء والأم الأرض، يعني عندك الكثير من الطاقات الترابية، فاحتمال أنك تتعامل مع أشخاص برجهم ترابي أو يحاولون دائما أن، لأن أنت قوس دائما هؤلاء الأشخاص موجودين في حياتك يحاولون أن يكبحون طبيعتك، وهذا خطأ، لأن هذه هي طبيعتك، هذا هو مثل ما نقول غرضك في الحياة، هذا هو تحقيق ذاتك. في مجال الصحة أرى أنك قوي وجدا مرتاح حاليا، لا تشكو من أي آلام، ولكن فقط
في أمور معينة، لأن لدينا كرت العاشقين، في أمور معينة تغييرات في جسدك، في قدرتك على التحمل، في حملك للأوزان، في مناطق ذهنية معينة تريد التخلص منها. شهر أبريل هو شهر جدا مناسب لك أن تحدث هذه التغييرات. كل تغيير تسعى وراءه جسديا سوف يقابل بالنجاح، وراح التغيير يمر بشكل جدا مناسب، يعني النتائج راح توافق جهودك. بالعادة أو في بعض الأحيان نعمل جهود تجاه شيء معين يتأخر من أجل أن يتحقق، ولكن في هذا الشهر جدا ممتاز أن أنت تسعى أن احتمال تخسر الوزن، تغير من شكل جسمك، تعمل على عضلاتك، على قدرتك في التحمل. جدا هذا الشيء مهم بالنسبة لك في هذا الشهر. وأيضا التارو يخبرك بما أن لدينا طاقة الإمبراطورة، اهتم بتغذيتك، تغذيتك هي سر صحتك، اهتم فيها، حافظ على نفسك، وأيضا اسعى وراء التغييرات في نفس الوقت اللي تريد أن تحققها. على المجال العاطفي يا برج القوس، عندنا برنسس اوف بنتكلز، الخماسي الصغير وهو بيج اوف بنتكلز، وعندنا نايت اوف سولت، فارس السيوف. أرى أن على المجال العاطفي احتمال يكون الشريك أو شخص مهم في حياتك، أنت عندك بداية صغيرة، صح؟ بداية صغيرة راح تبتديها، وهذا الشخص راح دائما يكون يلحق بك، يحاول أن يوقفك عن رحلتك، عن المجال اللي أنت ذاهب فيه، عن البداية الجديدة اللي أنت تحاول أن تخلقها لنفسك. راح يكون دائما هذا الشخص موجود بالمرصاد، في كل خطوة أنت تخطوها راح تلاقي مثل الرفض أو عدم الموافقة من شخص معين موجود في حياتك. أنت تعرف من هو هذا الشخص، هذا الشخص دائما شخص لا يحب أن يراك تتغير، واحتمال أيضا أن تصلك رسائل من شخص معين أنه مهتم فيك. وأرى أن هذه الرسائل راح تخليك جدا مندفع، ولكن بدل أن تندفع بطاقتك الطبيعية وهي طاقة النار، راح تندفع بطاقة الهواء. وجود شخص معين في حياتك، اهتمام، إعجاب جديد في حياتك، راح يخليك واثق أكثر، مستعد أكثر أن تخطو في هذا الجانب الجديد، راح يعطيك مثل الدفعة المعنوية. فأنت إذا خايف أن في أشخاص معينين ما راح يوافقون على التغيير اللي تريد تحقيقه، فهذا الشخص إعجابه فيك، دعمه لك، وإن كان بسيط وإن كان جديد أو غير متمرس في حتى إعطاء النصائح، ولكن وجوده راح يعني لك أنت الكثير، راح يعطيك آخر دفعة أنت محتاجها من أجل أن تنطلق. ولكن لن تنطلق كرمح كقوس، ستنطلق كهواء في بالك هدف معين، مهمة معينة، احتمال راح تقدم في الفترة القادمة على أنت راح تقدم على شيء، مثل أن تقدم طلبك، تطالب أن تحصل على الموافقة في مجال معين، راح تقدم أيضا أوراق رسمية، أنا منجذبة إلى الكتاب اللي في يد الفارس، راح تقدم عرض إلى شركة، مقترح في مجال عملك، وراح يقابل جدا بشكل إيجابي. ولكن على المجال العاطفي أرى أن في شيء جديد، إذا كنت تسأل عن شخص معين، في شيء جديد، سواء شخص راجع من الماضي أو شخص راح يدخل حياتك بشكل جديد، وجوده جدا إيجابي عليك، راح يعطيك دفعة للأمام، راح يخليك مستعد أن أنت، هو دخوله عليك كشريك، كعاطفة، كحب، ولكن هو راح يعطيك وجوده دفعة أن فعلا تحقق ذاتك في الفترة القادمة. الأخبار المتوقعة عندنا ملكين يقابلون بعض، ملك الخماسيات، ملك الأرض، ملك الأغصان، طاقة نارية وهي طاقتك أنت يا برج القوس.
في الفترة القادمة احتمال ان هذا الشخص الاشخاص هذين، لانك راح تمشي في المجال اللي انت تريده، راح تمشي في الطريق اللي طالما انت حلمت فيه، احتمال ان هاي الاشخاص مع الوقت كفيل بان يغير نظرتهم اليك من اشخاص كانوا يحاولون ان يقيدونك، يمنعونك من تحقيق احلامك، الى اشخاص راح يتغير حالهم، سوف يدعمونك. فقلت لك الدعم المناسب راح يأتيك في الوقت المناسب، حتى الأشخاص احتمال يتغيرون عندك بشكل إيجابي. كل ما عليك أن تفعله أن تأخذ خطوتك، أن تنطلق، ويكون عندك هدف معين تريد أن تنجزه. راح يكونون جدا هذين الأشخاص نفسهم أو المحيط جدا داعم بالنسبة لك، واحتمال حتى يساعدونك بالأموال. وقت اللي تحتاج الأموال راح تكون موجودة في حياتك، وقت اللي تحتاج الأشخاص والدعم راح يكونون موجودين يساعدونك في أي شيء أنت تحتاجه في هذا المجال الجديد. أنت راح تكون أراك ملك الأغصان، وهي طاقتك النارية. راح تكون في هذا الشهر في طاقتك المناسبة، يعني راح تنضج من مرحلة عدم المعرفة أو الخوف من المجهول، راح تتحول إلى شخص فعلا يحقق، لا يذهب ولا يعني حتى مش فارس، راح تتحول إلى شخص حقق ما يريد. راح أنت تكون فخور بنفسك، واحتمال حتى بعد فترة ترفض الدعم من أشخاص معينين في حياتك، لأن تعرف أن دائما دعمهم يأتي مع ثمن أن يتدخلون في حياتك وفي مشوارك. احتمال أن أنت بسرعة راح تنضج، راح تعرف قيمة ما لديك وما تستطيع إنجازه، ستكون واثق وقوي لوحدك، راح ترفض مساعدة هذين الأشخاص أو تقول لهم أن أنت ببساطة لا تحتاج، غير محتاج لما يعرضون عليك، أن أنت تستطيع أن تفعل ما هم يستطيعون أن يفعلون لك، ولكن تعرف أن دائما راح يكون في نوع من التدخل من هذين الناس مقابل الدعم اللي راح يعطونك إياه. فمن الذكاء أيضا أن أول ما تستطيع، عندما تحتاج إلى المساعدة خذها بشكل واضح، ولكن أول ما تثبت نفسك تكون واقفا على رجليك مثل الملك واثق، أول ما تستطيع من الذكاء أيضا أنك تكون تستقل عنهم. دائما المساعدة من أي شخص فكر فيها، دائما المساعدة تأتي بثمن حتى وإن كان غير مباشر. فأنت راح تكون أراك أيضا ذكي في الفترة القادمة. راح أسحب لك كرت واحد تبع الطاقة العامة، كرت النصيحة. يورج القوس True love. This love is once in a lifetime. الحب الحقيقي أو هذا الحب، هذا الشيء اللي وجدته، هذا حب راح يكون مرة في العمر. أرى أن الحب اللي مذكور في هاي النصيحة هو ليس حب فقط الأشخاص أو العاطفة، حبك لأحلامك، حبك لنفسك، لذاتك، لطبيعتك الجامحة يا برج القوس، للأمور اللي تقع عيناك عليها وترغب فيها، حبها وحبها بصدق، لأن لديك فرصة في تحقيقها. فحس أن خسارة لو أنت سمحت للمخاوف أو للأوهام أن توقفك عن تحقيق فعلا ما تحبه، الحياة اللي تحبها، التجارة اللي تحبها. وكرت ثاني راح أسحب لك إياه تبع ما يجب أن تعرفه، The Wise Woman of Wonderland، السيدة الحكيمة. Compromise بالضبط. تذكر شلون أنهينا القراءة؟ برج القوس الكارت يطلب منك أن تكون جدا ذكي، السيدة الحكيمة في مملكة الأحلام Wonderland.
ولديها حتى مثل الغصن اللي يملكها ملك الأغصان. عزيزي، ثق بحدسك، حدسك دائما صحيح. أنت تعرف ما الذي سيحدث، أنت تعرف تحركات هؤلاء الأشخاص، أنت تعرف نمط تفكيرهم، نمط تصرفاتهم، تعرف أيضا متى من مصلحتك أن تأخذ مساعدتهم عندما تكون محتاج، تعرف أيضا متى تسحب أو تنسحب وترفض المساعدة عندما تكون أنت قوي، أنت تستطيع أن تفعل هذا الشيء من أجل نفسك. فكن ذكي، اعرف متى تستخدم الأشخاص في حياتك وإلى ماذا، واعرف متى أيضا تنسحب عشان تتمتع بالاستقلالية.